اندلع أمس حريق مهول في مصفاة لتقرير النفط في مقاطعة تيومين بشرق روسيا، وفق ما أفادت به هيئة الطوارئ المحلية الروسية. وحسب وكالة تاس، فإن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات. يواجه عشية اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الغاني بداية من الساعة 5 مساء على ملعب المدينة التعليمية بقطر في مباراة ودية تحضيرية لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون، حيث أجرت العناصر الوطنية أمس آخر حصة تدريبية قبل اختبار غانا.